هذا شو عم يعمل هون هلا؟ المهم ما يشوف جولناز ودعاء ابدا. لو سمحت مشان دعاء، اذا اجيت لحتى تدور على دعاء مره تانية بقول لك روح من هون. تجاوزت حدودك، نسيت كيف ضربتها. صح، كيف بدي انسى؟ ما هي الضربه كانت كتير قويه وبتوجع كمان. با شوف لسه حاسس بالوجع. هلا رح فرجيك شو فيني اعمل. شو قلت؟ ايه تفضل يلا فرجيني. اكيد بس افضالك رح نتصافى. هلا عندي كم شغله مهمه. شوفك. ايه باي. دعاء دعاء، ليش الباب تسكر بقوه؟ معقول حيدر دعاء رجعوا للخناق؟ يا رب تنحل مشاكلهم. بترجاكي سامحيني دعاء، بترجاكي سامحيني، أنا مو طالع بإيدي سوي شي هالمرة، ما كان بدي سوي هيك صدقيني، أنا كنت مجبورة سوي هيك. مرت أخي؟ مرت أخي أنت منيحة؟ هذا صوت رافي. شو بدي أعمل؟ شو بدي أقول له هلا؟ مرت أخي؟ رافي عم غير ثيابي شوي وراح أطلع. سمعت صوت ضجة بغرفتك مشان هيك؟ رافي شوي وطالع، أنا منيحة. طيب مرت أخي أنا رايح وأنتي انتبهي على حالك. وجعك بعد خسارة زوجك دعاء، بس حبي لروهان خلاني غير معاملتي معك، ولا بحياتي ما كنت ساويت هيك شي أبدا أبدا. حتى إنن هددوني إذا ما بساعدن رح يقتلوا لي ابني ويحرموني من شوفته. رب العالمين سمع دعائي، ستي رجالة صوتها وصار فيها تحكي. أمي صار فيها تحكي، أنا لازم روح وامنعها.